الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولله الحمد ولله الحمد الحمد لله رب العالمين الحمد لله مجدد الأعوام عاما بعد عام نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونهني عليه هناء يليق بعظمته وجلاله سبحانه وتعالى وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وعبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله ورحمته إلى العالمين وما صلاة وسلام سرمدان على أغلى مخلوق عند الله نبينا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى صحبته الكرام وعلى من نهج سبيلهم وتابعهم ونال منهم إلى يوم الدين يا عباد الله نحمد الله سبحانه وتعالى الذي أبقانا على قيد الحياة إلى هذا اليوم المبارك ونسأل الله سبحانه وتعالى كذلك أن يبقينا على قيد الحياة إلى سنة المقبلة يا عباد الله نحن في إحياء سنة أبينا إبراهيم عليه السلام حينما نال 90 من عمره ولم يرزق بولد فنزل قائلا أنه يحب الولد ولكن حبه لله أكثر وأغلى من حبه للولد لماذا؟ ما الذي يدل على ذلك؟ فقال إن رزقت بولد سوف أصبغه لوجه الله سبحانه وتعالى كي يعلم الله عني أحبه من الولد هذا النظر فرزقه الله سبحانه وتعالى بولد اسمه إسماعيل فلما أراد أن يمشي قال له أبوه يا عبتي يا ابني إني أرى في المنام أني أصبه فماذا ترى قال يا عبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين هذا هو نحن لا ندهي أبناءنا ولكن أرسل الله سبحانه وتعالى الملك جبرائيل عليه السلام بكبش من الجنة فداعا لإسماعيل في هذا اليوم المبارك كما أحبه الله سبحانه وتعالى جعله عبادة في كل سنة في هذا اليوم وفي هذا الوقت كل مسلم استطاع يصبغ كبشا أقرا لإحياء سنة أبينا إبراهيم أيوة. فعلينا أن نشتري من أبدان ما أوفى سنة أو قاربها وفي المائز ما أوفى سنة ودخل في ثانية وفي العبل ما أوفى 4 سنوات ودخل في الخامسة وفي البقر ما أوفى 2 ودخل في حالها وعند أكون لأضهي السلامة لا تجوز العوراء البين عورها وللمرضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكسرة التي لا مخ فيها والأفضل يا عباد الله ما كان كبشا أقرا فهلا يخالطه السواد حول عينيه وفي قواعده أيوه ما نصدمه أن يلاو تعالى تندو ألم كاكاني تندوه